جراحة عصبية في شيء اسمه شو؟ فتر نوالب بي. إذا فتر تعريف هناك بالتعريف جدار البطن هو استطال بريتواني من البريتوان الجداري في فوهة من فوهات البطن سواء كان الفوهة طبيعي أو غير طبيعي. يعني نحن بالأساس جوف البطن مغلف بالبريتوان، بريتوان حشوي وبريتوان جدار، وعندنا في فوهات طبيعية، فهذا الطبيعي موجود عندنا شوي تبع ايش؟ القناة الإرابية، عندنا القناة الإرابية هي فوهة طبيعية يطلع منها شو؟ يعني هاي فوهة طبيعية شو عم يطلع منها؟ الحبل المنوي، سبيرماتيك كورد عم ينزل على خصبة. في عندنا فوهة ثانية جنبها قريبة عليها شو بنسميها؟ فوهة أو القناة الفخذية، خاصة عند النساء بنشوفها. قناة الفخذية بتكون عندنا في الفوهة وجنبها شو بتكون؟ فين؟ الفازورة فان. فين؟ أرتري نيرف. طيب وريد الفخذية والشريان الفخذية والعصب. عندنا جنب لما بيدخل المريء إلى البطن يعني هون فوهة طبيعية، هون بصير في عندنا فتر. في عندنا الطفل لما بيولد كان في عنده حبل سري، حبل سري منين داخل؟ من السرة، داخل من السرة رايح للكبد. فهون لما بصير في ولادة عادة ايش بصير؟ بيتليف الحبل السري، بيتليف الشريان وبصير تنظلم فتحة السرة. لكن إذا ما ضغطت ايش بتصير؟ فوهة طبيعية، فوهة طبيعية، بالتالي هي هنا فتر سري. عندنا خطوط مجاورة للعضلات المستطيلة البطنية نسميها سيميلونا نصف الهلالية، مجاورة للحافة الوحشية للعضلات، هاي هون بصير فيها فتور نسميها شو؟ سبيجيليان هيرب، فتق سبيجيليان، هذا مجاور للحافة الوحشية للعضلات المستقيمة البطنية. فالمريض ليش بصير في عنده فتق؟ ارتفاع الضغط داخل البطن. ما هي أسباب ارتفاع الضغط داخل البطن؟ السعال المزمن، الإمساك، المداني، المداني ما الحمل، الحمل، ضخامة البروستات، هاي كلها أسباب تؤدي لارتفاع الضغط داخل البطن. القناة الهربية، إذا بدنا نحكي على أول شيء خلينا نرجع نحكي على التسميات. حفظوا تسميات الفتور. فتر من جدار البطن الأمامي، وهي على السرة. وعندنا الخط المتوسط. طيب، نبدأ في المنطقة الشرسوبية. إيش هو في الفتور؟ أنا فتور إيش بنسميه؟ فتر شرسوبي. الخط الأبيض. هون عندنا نجي على السرة. إما بيكون الفتر داخل السرة نسميه فتر سري، أو بيكون مجاور للسرة نسميه برابر، يعني فتر مجاور للسرة. طيب ننزل لتحت، هون في عندنا فوهات، فوهة الدين، هون القناة اللي هي الفوهة الظاهرة والفوهة الباطنة.
هون بنسميه فلتر شو؟ إيرابي. طبعاً فلتر الإيرابي هلا هون لا بيكون عندنا في فلتر متناسب. هون تحت لما في عندنا تناسب لما هون بصير عندنا فلتر إيرابي بنسميه أيمن أو فلتر إيرابي أيسر. تحته هون إيش بيكون في عندنا فلتر؟ فخذة. هذه مورغا. طيب المري يعطي فتور ايش مسميه؟ دحرجة او انزلاق. فتور حجاري نوعه انه يكون دحرجة او انزلاق. انزلاق يعني حسب تصنيف الوسط المري المعي. وين كان الوسط المري المعي؟ اذا كان تحت الحجاب وفي فتور ايش بنسميه؟ بنسميه بارا اسمه فيه جاور. أما سلايدنج بيكون في وسط المريء المعدي صار فوق الحجاب فوق الفرق. ماشي؟ هاي صار اسمه سلايدنج. في عنا فتور نادرة كمان في شيء اسمه رباط ترايتس. وين هذا بنلاقيه؟ في الزاوية الكولونية بتاع الكبد. وين؟ الطحالية. علي صوتك. الزاوية الكولونية الطحالية. ساوي الكولونية الطحالية ترايتس نهاية ترايتس نهاية العفج. نهاية العفج. العفج لما عم يدخل على العفج لأنه القسم الثاني والثالث والرابع إيش بيكون؟ خلف البريتوان. لما بيدخل على البريتوان جوا بيكون هون عندنا رباط بنسميه رباط ترايتس. هالدخلة هذه الفتحة هون بصير في عندنا فتر اسمه بارا ديودينال هيرني فتق مجاور للاثني عشر. طيب هاي معظم الفتوق اللي ممكن نشوفها. طبعا في فتوق داخلي نتيجة وجود التصاقات هاي بتكون مكتسبة. هنا اللي عم نحكي عن هاي الفتوق الطبيعية. التسمية للفتق هنا كثير مهم يعني عشان تعرف اختلاطات الفتوق. تجاوزت إلى الفحص المريض. المريض طبعاً لازم مثل ما حكينا فحص البطن. فحص البطن يبدأ من وين؟ من الحلمتين إلى منتصف الفخذ. بنعري المريض بشكل كامل. المريض لما بيجي بالشكاية شو بيعطينا بالشكاية؟ بيسكر. بحس في انتباج. انتباج في احد الفوهات الطبيعيه اللي موجوده عنده. الانتباج عم بيزيد معه اثناء السعال اثناء التضغط اثناء رفع اي اثقال. لما بصير بيرفع بحس انه في شغله طلعت. هالشغله اللي طلعت هي هاي الفتر. هو بيجي بيرجع لما خلال القصه السريريه بيحكي لك لانه هذا فتر. فحص الفتر بيقوم بطريقتين أثناء الوقوف وأثناء الاسترخاء. بالوقوف مثلا فتر بسرعة المريض وهو واقف بتشوف في عندك انتباج عم يطلع منه من فتحة السماء واضح انتباج. بتحط ايدك على الانتباج بتخلي المريض يسرع. إذا كان محتوى معوي بتحس بحركة
حالك كده معاها، حتى إذا حطيت السماعة بالأصغر ممكن تسمع حركات الحركة. نفس الشيء بالنسبة للفيدر الإيرابي، كمان بحس المريض إنه عم يرجعوا إيده ويرجعوا بيتركوا بيطلع، والفيدر ممكن ينزل لكيس الصفر في الفيدر الكبيرة. نجي وهو واقف المريض من نفحص الفيدر الإيرابي مثلا، كان حجمه صغير ما واضح زيادة، نعمل اختبار نسميه كاف تيست، يعني اختبار السرعة. نجي نحط إيدنا على الفوهة الظاهرة، نحط إصبعنا الفوهة الظاهرة، نطلب من المريض يسرع. لما بيسرع المريض بنحس في شيء أضرب على إيده، إذا هذا يوحينا على إنه هذا فتر. فحصلا واقفا ما تأكدنا كثير بشكل، يعني يقول في ما بوصل يده ما بوصل إلى الفوهة الصاحبة. خلي المريض في وضعية الاستلقاء ونسوي اختبار نسميه فينجر تيست. فينجر تيست شلون نسوي؟ ندخل إصبعنا من خلال الصفر عند الرجل، ندخل من خلال الصفر ونحس بالفوهة الظاهرة، فوهة الظاهرة البري معي، وبتدخل إصبعتك جوا وتطلب من المريض يسعد. لما بيسعد بتحس إنه في شيء دخل في رأس الإصبع أو دخل وين؟ جانب الإصبع. هون هذا بالنسبة للتخزين، يعني أنت ما بيهمك بين مباشر وغير مباشر، يعني أنا كطبيب عام موجود في الإسعاف بيهمني إنه شخص وهذا فتر، مو ضروري شخص فتر مباشر أو غير مباشر. ماشي؟ فبهالحال بكون أنا شخص تشخيص الفطر السريري كثير يعني سهل، لكن انا اذا كان ما احسن شخصه سريريا المريض عم يضل بيشكي حاليا عم شخصه بايش؟ ايش المفروض؟ ايكو التراساوند بالقناه الغربيه بشوف تو من الاول بالبدايه حكينا انه الفطر هو استيطالي بيكون، بشوف الاستيطالي موجود داخل القناه. لما بيعمل له هو كاف تيست كمان ممكن يشوف حركة مع الفطر. فهون انت بدك تكتب بتقريرا المريض اشعر. بالنسبة للتناظر لازم نذكر يمين او يسار. انا اقول فطر قربي، شنو ما نسمي فطر قربي او اكتب اشعر من المريض. يعني خلال الكتابة انا بعرف انه هذا المريض لازم حوله على الجراحة مباشرة او حوله على العيادة او نتصرف معه إنه هذا المريض إسعافي إذا هو إسعافي. إذا قلنا إذا قلت لكم هذا المريض عنده فتر قربي أيمن، أمنا نذكر ردود بغير فتر قربي أيمن ردود، معناتها ما هو إسعافي، مريض بيراجع العيادة. ردود إيش معناتها ردود؟ بيطلع كيس الفتر وبيرجع، وإذا ما رجع لحاله المريض بيرجع. إذا أنت بدك ترجع المريض لما قبل نعمل رد الفتور، إنه نحط المريض في زاوية نرفعه يعني تراندلينج بول أو بنحط مثلا مخدتين تحت الحوض بيرتفع مشان إيش؟ ونخلي الأمعاء ترجع لجوف البطن ومن مناورة بسيطة من الإفشاء ورجع الفتور. هذا اسمه فتور ردود. أما إذا كان قلنا فتر غير ردود، إذا الفتر طلع وما عم يرجع نحاول ترجعه ما عم يرجع، بس هون بتكون في عنا إسعاف إلا ممكن نستنى عليه 6 ساعات. أيوة ردود إنه نحن لسه ما عنا مشكلة في التروية الدموية لمحتويات الفتر، يعني ما عندي أعراض إنه المريض عم يراجع، المريض في عنده صوت عالي عامي، عنده أمساك، ألم شديد غير مستجيب للمسكنات، هذا بيكون في عنده مشكلة بالتروية. أما مريض غير ردود، فتر غير ردود، ممكن يكون في جواله صغير وما عم يرجع الصوت لجوف البطن، متصل مع جدار جوف الكيس. ومع الرجال اسمه فتر
انسلاخي بالمغفل، يعني هو فطر إرادي أيمن انسلاخي. ولقينا في محتوى جواد، وشو لقينا؟ لقينا الزايد. عند البنات ممكن نلاقي المبيض، هذا بيكون استطالة بريدوانية يعني داخل جواد وفطر. طبعا شلنا الزايد ونرجع. عند الأطفال هذا سؤال لازم يعني دائما بيهم الطبيب اللي جا رسالة الأهل، أيمن أنا نشتغل الفطر عند الطفل؟ الطفل طبعا في الدكتور 99% منا ولادي سبب ولادي، لأنه في ولاد الطفل بسبب إنه هلا في البداية وإلى ولد الولد بتكون القناة الغربية غير كاملة، يعني تكون الفوهة الداخلية باطنة ظاهرة قريبة جدا على بعض. لما بصير في نمو تتطاول وطولها 2.5 سنتي تتطاول تتبعد عن بعض، نتيجة وجود قرب الفوهة الباطنة من الظاهرة بصير عندهم فتور ولادية اسمها يعني فتور ولادية. فالأم بدها تجي تسألك إنه أيمت بدها يعمل له بعد عمر سنة، بعد عمر سنتين تقول بعد سنتين أحلق كمان حسب الفيديو. توقف عندي أجتك الهم شيء ابنة الولد عمره شهرين وقالت لك هلأ لاحظنا عليه أنه في شغلة عم تنتبه جوا في انتباج، فحصته لو أنا عنده فتر واضح فتر أنه الوالد فتر فهذا نسألك أنه أي متى بتعملوا العملية؟ إذا كانوا مختلط يعني في غصص أو اختلاط ماذا اسعى فيه؟ طيب الولد ما هو اسعى فيه؟ 6 سنين. أنت 5 سنين، أنت 2 سنين. في عملي ما يسعى فيه بس إنه صح حتى نعتبره مباشرة. نعمل العمل الجراحي وقت التشخيص، يعني بأقرب وقت ممكن مباشرة ثاني يوم ثالث يوم. لازم نشتغل العملية عند الأطفال بسرعة، ما لازم نأخر نقول للمريض قبل مثلا كانوا يعني والله يصير خضار من 12 يصير وزن 12 يصير عمره كذا يصير ما بيتحمل تحديد. لما بتشخص الفطر بتعمل العملية يومين ثلاثة خمسة، لازم ما يصير في تأخير بسبب الاختلاطات اللي تعرضنا الفطر عند الأطفال تعرض الاختلاط بشكل كبير عند الاختلاطات كثيرة. أكيد تشتغلوا عندهم لجراحة الأطفال. نعم. عندهم لجراحة الأطفال. هلا بالنسبة إن إحنا كجيل قديم كنا نشتغل كل شيء، بس هلا لما صار في تخصصات واحد بس بشيل عنه هم عطيلة، بس وقت ما بيكون في جراح أطفال موجود جراح العام بده يشتغل لازم يشتغل غير. كم مرة قرأت إنه الفتق السري عند الأطفال؟ قرأت مرة إنه الفتق السري عند الأطفال ممكن استنى سنتين عند الأطفال. هون يختلف الحديث. استنى سنتين. الفتق الإرادي، الفتق السري عند الأطفال أحيانا الفوهة ممكن تغلق لعمر السنتين. السنتين هاي بالنسبة للفتق السري ممكن أنت تصبر عليه، لكن إذا كانت الفوهة طبعاً هي فوهة هي بتصبر عليه لعمر السنتين بدها تكون أقل من رأس الأصبع الصغير بتحطها هيك بتدخل فيها. أما إذا كانت الفوهة 2 إلى 3 سنتي أو أكثر فهذا ما لازم تنتظر عليه، هذا بنشغل مباشرة. لا هي تفاصيل جراحية أكثر. بس السؤال بالنسبة للإربي لما بتشخصه لازم تشتغل. هذا بيقول زاحت صرته شوي. شلون؟ طاحت صرته، هاي تعبير شعبي علاج نفسي وما في شيء اسمه طاحت صرته. يعني هلا السرة ممكن تغير موقع؟ مستحيل يعني هذا الحكي مستحيل. بس هاي علاجات نفسية الناس كلها بتعمل فيها علاج شعبي ما لها أي أساس علمي. الفتق الإرادي حتى لو كانت القناة ممكن لسه شلون؟ القناة ممكن انها تكون ناقصة بالبداية. ايه حتى لو كانت ناقصة؟ حتى لو كانت ناقصة. حتى لأنه هون في
في عنده تطاول في البريتوان. فأنا العملية كلها ما بعمله عند الأطفال تدعيم بالفتر. لما نحن نشتغله نعمل تدعيم للجدار الخلفي للقناة الغربية. تدرس تشريح القناة الغربية يعني ما بدي تخلق على تفاصيل جراحية ديالة. الجدار الخلفي للقناة الغربية هو الأساس في نفس الفتر. بدأت تكتمل في عندك شيء اسمه ترانسفيرساج فاشي الفاف الموطري. هاي نحن بدنا نقويها ونخلي البريتوان يطلع منها. لما بيطلع منها البريتوان ما يطلع من فوقها الباطني بنسميه فتح مباشر. غير مباشر بيكون طالع من الاربي الفتحه الاربيه الداخلي وطالع من الخارجي. هذا اسمه غير مباشر. فعند الاطفال 99% هو غير مباشر. فبتكون هاي استطاله بريتوانيه طويله. بيجي هنا بس قصها الاستطاله بيكون يعني ما ضل في بريتوان يطلع. وبينمو الطفل بيرجع بيصير فيه. حكيم شو الوقت اللي نحدد انه المريض ما عم يستجيب للمسكنات؟ بعد قديش؟ ممكن بتوصيف الفتق نقول انه غير مستجيب للمسكنات؟ لا هو غير ردود او الغاصص غير ردود. عندك الكتله انت عندك كيس بريتوان مثل النفاخ العادي النفاخ. اذا انت رديت المحتوى ودخل لجوا معناتها الامور صارت كويسه. بيروح الكتله الظاهره لجوا الا في حاله واحده. في شيء هون انت دخلت بسؤال جديد. في شيء اسمه ريدكشن الماس. يعني بيكون عندنا الكيس الفتق طالع وداخله جواته مناعه. نحن بيجي بيردوه. لذلك هلا عم بنصح انه ما ترد شيء خلص صار عندك فتق غاصص دخله من العمليه مباشره. تجي انت بتعطيه كانوا يعطوه مورفين او بكيلين اعطيته مسكنات قوي او فاليوم كمان مشان يرتفع المريض يرتفع العضلات. هو الاختناق ايش بيصير؟ بيصير في شد عضلي. الفوهة الباب الظاهرة بتصير متضيقة بشكل دخلت فيها الأمعاء وما بقت ارتخى. ومن الألم بيصير في شد وبيدخل بحلقة مفرغة. فلما انت جيت رخيته ورجعت الكتلة بيرجع كيس الفتق مع الأمعاء وترجع مقلوب. يعني انت كأنه ما سويت شيء فقط روحت المنظر الخارجي تبع الكتلة. أنا بسميه ريدكشن الناس. هذا أخطر من هذا بصفه بده فتح بطن الثاني. فما هي إنه علامة أنا روحت الألم معناتها خلص المريض طار. هاي شغلة جراحية أكثر. أنت مهمتك كطبيبة شفت المريض هذا متألم كتلة ظاهرة ممضة احمرار في الجلد في عنده ارتياءات في عنده إمساك. المدة الزمنية لازم تكون يعني التداخل الجراحي نوعي أقل من 6 ساعات. هو بهالحالة يعني تحول الجراح والجراح بيجي يتصرف ويعمل له العملية. ما رأيت إنه والله أعطيه مسكنات أعطيته بيتيدين ما بيدين ضل عنده يعني في تموت في الأمعاء وأنت ما شخصته وضريت المريض أكثر. هو الطبيعي لازم يسكر مباشرة. يعني الحبل السري لما بيكون ربط الحبل السري ووقع الحبل السري خلال أسبوع 10 أيام المفروض يتندب ويسكر. إذا ما سكر ممكن يعني دراسات ننتظر للسنتين. أما 5 سنين يعني إذا كنا فوها ما عم تدخل رأس القلم مثلا ممكن ننتظر عليها. لكن إذا الحجم كبير ما بيصير ننتظر. يعني طالما الحجم يسمح بدخول جزء من الأمعاء فهذا لازم.